اتكلمنا على فهمت القصه مجموعه اتجاهات كده لو تفتكروا معايا وفي مش عارف قدام يعني ايه فاكرين انتيريور صح طب ناحيه ورا ايه بقى بوستيريور انتيريور يعني قدام صح بوستيريور يعني ورا طيب ناحيه فوق سوبيريور طب تحت انفيريور مش كده برضه وقلنا معلومه قلنا لو دلوقتي لو ده الدراع مثلا اهو وخدت مقطع في الدراع ده قطعته يعني ماشي طبعا في عظم جوه صح والعظم ده عليه عضلات مش كده ومتغطي بجلد من بره فلو جينا نبص في المقطع نفسه بعمل كده مثلا اهو ماشي يعني في مثلا عظم مش كده في بون مش كده برضه والعظم ده حواليه من بره ها هنا في ايه؟ ماسلز مش كده برضه؟ بره هنا ده. وايه اللي بره خالص هنا؟ سكن يعني ده بون. بعد كده ها مين دي؟ عضلات. وبره خالص في ايه؟ ها؟ جلد. كان في مصطلح كده اتكلمنا عنه سوبرفيشال وديب صح؟ يعني كنا قلنا كلمه كده سوبرفيشال وديب. قلنا يعني ايه سوبرفيشال؟ يعني بصوا معايا كده ناحيه بره ناحيه السيرفس يعني سيرفس يعني ايه سطح يعني كده او ناحيه جوه بصوا فيقول لك ايه الجلد عضلات عظم الجلد سوبرفيشال او بره يعني بالنسبه لمين ها العضلات صح الماسلز والماسل سوبرفيشال بالنسبه لمين للبون طيب البون دي بالنسبه لمين للعضلات والعضلات دي بالنسبه لمين للسكين ماشي طب العضلات الماسلز سوبرفيشال بالنسبه لمين او ناحيه بره بالنسبه للبون وجوه بالنسبه لمين؟ ده مصطلح اسمه ايه؟ سوبرفيشال ودي يعني قلنا قدام ورا فوق وتحت وبعدين ناحيه السيرفس او جوه سوبرفيشال وايه؟ ودي و بص معايا كده انتوا قربوا حاجه النهارده؟ بص ده الميد لاين فاكرينه؟ خط المنتصف مش كده؟ ادي الهيد ادي النك ادي الابر لمب ماشي وقلنا مثلا لو في الابر لمب عندنا مثلا يعني ارتري وفين يعني ايه ارتري؟ يعني ايه فين؟ وريد مش كده؟ ادي مثلا ارتري اهو طبعا لو القلب هنا الارتري طالع من القلب صح مش كده؟ وادي فين اهو رايح ناحيه القلب صح؟ امال القلب يبقى هنا تمام؟ ده ارتري وده فين؟ يعني ببساطه كده يعني وضع الارتري بالنسبه للفين مين ده؟ الميد لاين صح؟ الارتري جوه بالنسبه لمين؟ للفين والفين بره بالنسبه لمين؟ للارتري موضوع جوه وبره ده اسمها ايه ها؟ ميديال ولاترال مش كده برضه؟ يعني ايه ميديال؟ يعني بص الارتري ميديال بالنسبه لمين ها؟ للفين طب والفين؟ اللاترال بالنسبه لمين؟ للارتري الارتري ميديال ناحيه جوه ناحيه الميد لاين بالنسبه للفين مش كده؟ والفين لاترال بالنسبه لمين؟ للارتري مش ده كان مصطلح اسمه ايه؟ ميديال ولاترال في اي مشاكل؟ طب في حاجه ثانيه برضه في برضه مصطلحين يعني حاجه اسمها بروكسيمال وديستال دي جديده شويه اللي انا بشرحه لكم ده موضوع كتاب عندكم اسمه جنرال اناتومي ماشي معلومات عامه عن الايه عن الاشياء ده بتمتحنوا فيه برضه عادي جدا حاجه يعني اول حاجه بتدوها في الكليه جنرال اناتومي ده بعد الجنرال اناتومي في مش عارف ايا كان بقى على حسب نظام الكليه يعني في الغالب على نظام السنين اللي فاتت بداوا ثوركس الله اعلم ممكن يغيروا النظام بس يعني ده اللي ماشي على نظام الكليه ان هم بداوا ايه؟ بالثوركس بس بعد مين؟ بعد الجنرال ده. فاللي انا بشرحه ده اول كتاب عندكم خالص اللي هو جنرال اناتومي. فهمت قصدي؟ اول حاجه الدايركشنز الموفمنت ماشي اشكال العضلات ده ايه؟ ده كلام عندكم موجود في كتاب الجنرال. ايه بقى موضوع بروكسيمال وديستال؟ يعني لو حبيت اتكلم بالعربي بروكسيمال يعني قريب ديستال يعني بعيد. قال لك قريب لايه وبعيد لايه؟ بص كده معايا.
فاش معنى المعدل اللي فيه مشكلة ده؟ بص معنا كده في عندنا مجموعة مفاصل هنا مثلا في الأبر لمب، أو بلاش مفاصل دي خلينا نتكلم عنها كمان شوية. تعال ناخد كذا نقطة في الأبر لمب ده، أدي نقطة معينة اهي، أدي نقطة وأدي نقطة بس. عندنا ثلاث نقط كويس، طبعا مش جنب بعض زي الارتر والفين يعني، مفصل مثلا هنا وبعدين مفصل تاني ومفصل ثالث مثلا يعني، تمام. طيب الجزء ده اللي هو القفص الصدري والجزء بتاع البطن ده بيسموه ترانك، اسمه ايه؟ الجزء بتاع الجسم يعني، اسمه ايه؟ ترانك. الحته دي كلها ماشي. هيقول لي ايه؟ A و B و C صح؟ A قريبة من الترانك بالنسبة لمين ها؟ ل B مش كده؟ طيب B أبعد من A مش كده؟ وأقرب منين؟ من C مش كده؟ بالنسبة لمين ها؟ للترانك يعني صح كده؟ طب C بعيدة أوي مش كده؟ C بعيدة بالنسبة ل B و A. طب عايز أقول بقى بعيدة بالنسبة أو قريبة بروكسيمال ديستانس بس. كده قصدي إيه؟ يعني نير او ايه او اوي يعني فروم الترانك، يعني نير فروم الترانك او اوي فروم الايه الترانك. طب اقولها ازاي دي؟ ايه فاكرين الموضوع ميديال لاترال؟ يعني بقول ايه، بصوا معايا، الارتري ميديال لمين ها؟ للفين، والفين لاترال بالنسبه لمين؟ للارتري. طب هنا بقى بصوا معايا، ايه بروكسيمال لبي، ما هو ايه يعني بروكسيمال يعني ايه قريب، ديستن يعني ايه بعيد. ما ينفعش اقول ايه از بروكسيمال، ما احنا قلنا برضو الايه لمين، مش كلام بس تحدد يعني. طب ما هو ممكن بي دي تبقى بروكسيمال وممكن تبقى ديستال برضه صح؟ ما هو بي دي ديستال بالنسبه لمين ها؟ لايه؟ وبروكسيمال بالنسبه لمين؟ ما هو ما ينفعش برضه اسيب الكلمه كده، لازم برضه احدد بروكسيمال لايه؟ زي برضه ميديال ولاترال، مفيش حاجه اسمها ميديال بس ولاترال، الميديال لايه يعني؟ ولاترال لايه؟ مين الحاجه اللي بتتكلم عنها؟ ماشي؟ فنفس الكلام، لو عندنا ثلاث نقط بالمنظر ده في ابر لمب مثلا، في لور لمب ماشي؟ في الاطراف عموما يعني، قريب من الجزع او من الترانك يعني يبقى بروكسيمال، بعيد يبقى ده ايه؟ ديستال. فايه؟ بروكسيمال لبي وسي صح؟ وسي ديستال لبي وايه؟ وبي ها؟ بروكسيمال بالنسبه لسي وديستال بالنسبه بروكسيمال تو ها؟ سي وديستال تو ايه؟ بس خلاص. ادي موضوع كلمه بروكسيمال دي برضو كان في المصطلحات، بس اقول لكم حاجه، اكتر حاجه في المصطلحات بنستخدمها انتيرو وبوستيريو، سوبيريور وانفيريور، ميديال ولاترال ماشي؟ ميديال وايه؟ موضوع بقى سوبرفيشال وديب في بعض الحاجات يعني مش دايما يعني ماشي؟ بنسميها الهروب يعني، ما بقاش عارف قدام ورا بقول سوبرفيشال وايه؟ وديب تمام؟ بروكسيمال وديستال نادر جدا لما تلاقي الكلمه دي ايه؟ بس موجوده في الكتب، نادر او مش نادر موجوده برضو تمام؟ طب برضو هتقابلكم مشاكل في بعض الدروس، يجي مثلا في البطن مثلا، في الابدومن مثلا، يجي في الريليشن، هو الاناتومي كله ريليشن اصلا، المثانه اللي قدامها اللي وراها، الكبد اللي قدامه اللي وراه، اللي فوق اللي تحت كده، ساعات بتلاقي حاجات يقول لك ايه؟ قدامه وراه ماشي مفيش مشكله، وبعدين فوق وتحت، وبعض الاورجنز الثانيه قدامه وراه، وميديال ولاترال، بعض الاورجنز يقول لك ايه؟ قدامه وراه، ويمين وشماله، ايه المشاكل دي؟ يعني ساعات يقول فوق وتحت، ساعات يقول يمين وشمال، ايه الكلام؟ قال على حسب شكله عامل ازاي يعني، ووضعه عامل ازاي، بمعنى اقول لكم مثال بسيط جدا، بصوا معايا. عندنا في الجسم اهو تسمعوا عن الاثنى عشر بالانجليزي اسمه ديودينوم، اسمه ايه؟ ديودينوم. طبعا الاثنى عشر هو اسمه ايه؟ يقول لك المعده وبعدين الاثنى عشر وبعدين مش عارف الايه الجوجينوم والايليا ايا كان بقى اسمه ايه ده ديودينوم. شكله عامل ازاي؟ اللي هو في النص كده على العمود الفقري عامل كده يعني المعده وبعدين الامعاء الدقيقه، اول جزء في الامعاء الدقيقه هو مين ده؟ الديودينوم. بس شوف شكله عامل ازاي؟ عامل زي السي كده صح؟ هو خلي بالكوا في النص، لا في الناحيه دي ولا في الناحيه، في النص ده العمود الفقري كده تمام؟ لازق على العمود الفقري ورا. وبعدين قال بالمنظر الغريب بتاعه ده بينقسم اربع اجزاء، ادي جزء اثنين ثلاثه اربعه، فيها مشكله دي؟ فبيسموا حتى ايه؟ من اتجاه الاكل من المعده جاي كده تمام؟ فده يبقى اول جزء فيه ها، وده ثاني جزء فيه، وده ثالث جزء فيه، وده رابع جزء فيه. على فكره هو فعلا كده، يقول لك ايه ده اسمه ايه اصلا؟ قلنا ها ديودينوم الاثنى عشر يعني، يقول لك ايه ده اسمه فيرست بارت اوف ديودينوم، سكند بارت اوف ديودينوم، ثيرد بارت اوف ديودينوم، فورث بارت اوف ايه اوف ديودينوم. طيب
دلوقتي بالنسبه للديودرم ده عايز اتكلم على الريليشن بتاعته. طبعا ما في حاجه اسمها ريليشن اوف ديودرم بس كده، في ريليشن للفيرست بارت، ريليشن للسكند بارت، ريليشن للثيرد بارت، ريليشن كل حاجه لها ريليشن. تمام، فيجي يعمل ازاي؟ بصوا تعال نتكلم على الفيرست بارت ده، هيبقى قدامه ورا صح كده وفوقيه وتحتيه مش كده برده، ولا يمين وشماله؟ لا فوق وتحت مش كده. طب السكند بارت اللي جاي عمودي ده هيبقى قدامه وايه وراه وشماله ويمين، فهمتوا القصه عامله ازاي؟ لانه جاي عمودي. طب الثيرد بارت هيبقى قدامه ورا وفوق وتحت، ما هو ديودرم واحد بس كل جزء ليه ايه شكل معين. طب الفورث بارت ها قدامه ورا ويمين وشمال، تلاقي نفس الدرس. عشان كده لو ذاكرت من غير اسم بتعب. لا في ديودرم فيرست ريليشنز اوف فيرست بارت اوف ديودرم، يمكن كتب عناوين بقى كده انتيريور بوستيريور سوبيريور انفيريور. جميل ماشي. ريليشنز اوف سكند بارت اوف ديودرم، يقول لك انتيريور بوستيريور ليفت ورايت. هو ايه ده بقى؟ مش كان لسه بيقول سوبيريور انفيريور شويه؟ ما انت عشان مش بتبص في رسومات. ده افقي ده عمودي، ده افقي ده عمودي، كل واحد له جزء. في مشاكل؟ صعب الكلام يا فندم؟ طيب اقول تاني، فبتختلف الريليشن على حسب هو بيتكلم على ايه. طب هقول لكم مثال تاني. عارفين الاورطه؟ الشريان يعني الاورطه كان عامل ازاي؟ يعني الجسم عامل كده اهو. بصوا اسمعوا عن الحجاب الحاجز. بصوا معايا والله الاورطه ده بيجي من القفص الصدري وبينزل فين؟ في البطن تحت، فعامل كده بالمنظر ده ايا كان يعني. فالحته اللي فوق دي بيسموها الارش بتاع الاورطه، بيسموها الايه؟ قوس اهو صح مش كده؟ ماشي، وده بقيه الاورطه. طب لو انا جيت اتكلم على الاورطه ده حتى اللي في مش دي البطن صح مش كده؟ بيسموا الجزء من الاورطه اللي في البطن ده اسمه ابدومينال اورطه. يعني ايه ابدومينال؟ يعني في البطن، مع ان اورطه واحد يعني. يبقى ده اسمه ايه هنا؟ ابدومينال اورطه. والحته اللي عامله قوس فوق دي بيسموها الارش بتاع الاورطه. فيها مشكلة؟ طيب ايه رأيكم عايز اتكلم على الارش ده بس؟ ريليشن مثلا، ايه رأيكم نقول ايه؟ قدامه ها وراه وفوقيه وتحتيه مش كده؟ ولا يمينه وشماله؟ لا فوقه وتحت مش كده؟ طب لو حبيت اتكلم على الابدومين الاورطة ده هقول ايه؟ قدامه وراه وشماله ويمين بس خلاص. فهمت الموضوع عامل ازاي؟ مع انه هو نفس الاورطة بس لا شكله جاي ازاي؟ هنا جاي عامل زي الارش كده صح كده؟ هنا نازل عمودي كده. نفس الكلام الحته اللي في القفص الصدري دي هيبقى قدامه ووراه ويمين وايه وشمال ويمين، بس هنا منه جاب العرض كده يبقى فوق وتحت وقدامه ايه وقدامه ورا. فالريليشن بتختلف على حسب شكل الاورجان ده او شكل العضو ده عامل ازاي. ماشي، جايب العرض جايب الطول وضعه عامل ازاي في الجسم. لازم ابص بعيني الاول في رسمه او وضعه ازاي في الجثه وابدا اتكلم على ايه على الريليشن بتاعته. في مشاكل صعبه؟ بس انا اللي انا قلته كلام عام. في الريليشن انتيريور، في حاجه اسمها بوستيريور، في سيبيريور، في انفير، وبتختلف على حسب الاورجان بقى. كل واحد وراه عامل ازاي، شكله عامل ازاي، ماهيته في الجسم عامله ازاي، تلاقي مشاكل. طيب هنبدا نتكلم على موضوع جديد شويه النهارده. ايه هو؟ الحركات. يعني ايه الحركات؟ احنا قلنا معلومه صغيره، ايه هي؟ بص يعني الجزء اللي جاي ده كله يخص العضلات بحركاتها بالمفاصل بكل حاجه. ويعني جزء تقيل شويه بس يعني ايه نستحمل مع بعض الحته دي. ايه هي الحركات بتاعت الجسم؟ الموفمنت. ايه حركات المفاصل؟ ماشي، مش احنا قلنا العضله ليها اوريجن صح؟ يعني افتكروا كده معايا كان في عظمه فاكرين؟ وادي عظمه وبينهم عضل. ايه ده صحيح اللي اسمه ده؟ ده اسمه جوين.